بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الانبوت اوت بورتس باستخدامها بالنسبه للمايكرو كنترول. طيب زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان المايكرو كنترول بيتكون من كمبيوتر سيستم بلس شويه بريفرنس، وقلنا ان لازم اي مايكرو كنترولر واي كمبيوتر سيستم عموما يبقى عنده سام واي اوف كوميونيكيشن بيقدر يتواصل فيها مع العالم الخارجي. طيب بالنسبه للمايكرو كنترولر العالم الخارجي ده يمثل ايه؟ ايه هو؟ العالم الخارجي ده ممكن يكون يوزر بيبعت انبوت للمايكرو كنترولر، ممكن يكون ليد المايكرو كنترولر عايز مثلا ينورها، ممكن يكون تشيب. افترض مثلا عندي انا الكوتشر كونفرتر تشيب، والتشيب دي انا محتاج ان انا ابعت لها امر اقول لها اعمل لي سامبلنج دلوقتي، بعد كده اخد منها السامبل اللي طلعتها في وقت معين. بعمل الكلام ده ازاي؟ بعمل الكلام ده عن طريق الكوميونيكيشن مع الاوتسايد وورلد. طب الكوميونيكيشن ده بيحصل ازاي؟ الكوميونيكيشن ده بيحصل عن طريق حاجتين. اول حاجه الانبوت اوت بورتس اللي هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله. ثاني حاجه السيريال كوميونيكيشن موديولز الموجوده على الكنترول، وتحديدا اليوزرت والاس بي اي والاي سكويرد سي. ان شاء الله بعد كده هنتكلم عن بالتفصيل، هنتكلم عن الفرق بين السيريال والبارلل ومميزات والعيوب بتاعت كل واحده فيهم، تمام؟ وهنتكلم بشكل مفصل اكتر عن اليوزرت، بس النهارده يهمنا جدا ان احنا نفهم مع بعض الانبوت اوت بورتس. طيب زي ما احنا شايفين كده انا كل بنايه عندي في الكنترولر او معظم البنز اللي عندي في الكنترولر اقدر استخدمها كانبوت اوت ديفايس. انبوت اوت يعني اقدر اخرج عليها لوجيك فاليو معينه 1 او 0 واقدر اقرا الفاليو الابلايد عليها من بره. بنقول every microcontroller must have means of communication to the outside world. اي microcontroller لازم يكون في طريقه ما بيقدر يكومينيكيت بيها مع الاوتسايد وورلد. اسهل وابسط طريقه الكنترولرز بتتعامل بيها مع الاوتسايد وورلد هي الانبوت اوت بورتس. طيب لما اجي اقول انا هقرا البورت، هقرا الفاليو الابلايد على البورت، يعني ايه؟ ناخد بالنا من حاجه. نفترض مثلا ايه؟ انا عندي هنا ده 0 فولت وعندي هنا ده كده ايه؟ 5 فولت او الفيديو دي بشكل عام، تمام؟ لما قلنا انا هقرا الفاليو الابلايد على البورت، الكنترولر بيعمل ايه؟ الكنترولر بيشوف الفولتج ليفل الابلايد على البنايه بتاعتي. لو كان الفولتج ليفل دوت زي مثلا برضو عندي هنا ايه؟ عندي هنا 2.5 فولت. طيب لو كان الفولتج ليفل الابلايد على البن من بره الكنترولر ما بين 0 و2.5 فولت، فانا بعتبره ايه؟ بعتبره لوجيك 0، تمام؟ فاذا كنت انا هنا هعتبر نفسي ان انا لوجيك 0. انما لو كان اعلى من 2.5 فولت واقل من 5 فولت بعتبر نفسي ايه؟ بعتبر نفسي لوجيك 1. تمام؟ بس ناخد بالنا من حاجه، احنا هنا بنقول 5 فولت و2.5 فولت ليه؟ علشان الكنترولر اللي احنا بنتكلم عنه تحديدا بيشتغل على في دي دي ايكوال 5 فولت. بس دلوقتي طبعا نتيجه السكيلنج ونتيجه الترانزستور دايمنشنز بتشرينج، الفي دي ديز دلوقتي بتقل، فبنلاقي دلوقتي في كنترولرز بتشتغل ب 3.3 فولت وفي كنترولرز بتشتغل ب 1 فولت واقل من 1 فولت. فبالتالي احنا هنا بنتكلم سبيسيفيكلي عن البيك 16 اف 877 اي او البيك 16 اف فاميلي عموما. ولكن لو انا هشتغل بكنترولر تاني لازم اقرا الداتا شيت بتاعته واشوف الالكتريكال سبيسيفيكيشنز بتاعته عشان اعرف الرينج اللي هو بيشتغل فيه بيبقى قد ايه، عشان لو كان الرينج مختلف اقدر اعمل سيجنال كونديشننج بشكل مناسب بحيث ان اقرا الفاليوز بطريقه مناسبه. وفي نفس الوقت لو كان الرينج مختلف اقدر ان انا يعني ارفع التشيبس المختلفه مع بعضها تكون بتشتغل على فيديو دي مناسب، بحيث ان انا ما يبقاش الكنترولر ما يبقاش تشيب ثانيه بتكتب فاليو معينه وتتقرا بطريقه مختلفه من الكنترولر. طيب ده كده بالنسبه للقرايه. بالنسبه للكتابه على البورت، لما اقول انا هكتب داتا معينه على بورت معين عندي في الكنترولر، الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا هاخد فاليو معينه. البورت كل بورت يا جماعه فيه شويه لاتشات، فيه شويه لاتشز، اللاتش دي بتهولد الفاليو اللي انت بتخزنها فيها. لما اقول ان انا هكتب فاليو على بورت معين معنى كده ان انا اخزن في اللاتشز الاسوشيتد مع البورت دوت هخزن فيها فاليو معينه. ولو انا جيت مثلا فولتميتر من بره الكنترولر وجيت اقيس الفولتج ليفلز اللي على البنات بتاعت البورت بتاعي هلاقي ايه؟ هلاقي الفولتج ليفلز بتاعتي البنات اللي انا مطلع عليها واحد هيبقى خارج من البنه بتاعت الكنترولر 5 فولت، البنات اللي انا مطلع عليها 0 هيبقى خارج من البنه بتاعت الكنترولر كام؟ 0 فولت. طيب في البدايه انا كل البنات عندي فليكسبل تماما ان انا استخدمها كانبوت او كاوتبوت، يبقى انا قبل ما استخدمها لازم اعمل ايه؟ لازم اولا اختار انا لكل البنايه عندي في الكنترول هستخدمها كانبوت ولا هستخدمها كاوتبوت، تمام؟ طب الكلام ده بنعمله ازاي؟ في حاله البيك مايكرو كنترولرز عندي كل انبوت اوتبوت بورت
في ريجستر اسوشيتد معاه اسمه التريس. التريس ده اختصار الاختصار لايه؟ تراي ستيت. يعني انا عندي البنايه بتاعتي يا اما ديجيتال انبوت يا اما ديجيتال اوتبوت يا اما انا لوج انبوت. انا لوج انبوت دي في حاله ايه؟ حاله البنات اللي بتوصل بالاي تو دي، هنتكلم عنها بعدين ان شاء الله. انما اللي احنا اللي مهمنا النهارده الديجيتال انبوت والديجيتال اوتبوت. طيب طبعا احنا هنا بندي مثال على اللي احنا لسه قايلينه من شويه. لو انا مثلا عندي الفولتج ليفل ابلايد على البنايه نص فولت، نص فولت ده في انهي رينج؟ في الرينج ده، في الرينج بتاع الزيرو. طيب فالنص فولت ده هيتقلب بكام؟ هيتقلب بزيرو. طب انا عندي 4 فولت، 4 فولت ده بالرينج بتاع ال1، فال4 فولت دي البنايه الكورسبوندنج هتقرا هتبعت على الباص بتاع الكنترولر كام؟ 1 فولت. ال2 فولت هتتقلب زيرو، اللوجيك زيرو. تمام؟ فدلوقتي الرينج بتاع الزيرو من 0 فولت ل 2.5، الرينج بتاع ال1 من 2.5 ل 5 فولت. طبعا لو احنا يعني ممكن يبقى في عندي نويز مارجنز، بس احنا يعني بنبسط الامور يعني. ماشي. علشان اتحكم في الدايركشن بتاع الكل بنايه عندي في كل بورت، تمام؟ زي ما قلنا في عندي ريجستر اسوشيتد مع كل بورت اسمه ايه؟ اسمه التريس ريجستر. التريس ريجستر ده لو انا عايز اكونفيجر البن معينه ان هي تبقى انبوت، بخزن فيه كام؟ بخزن فيه 1. طب لو انا عايز اكونفيجر بن معينه ان هي تبقى اوتبوت، بخزن فيه كام؟ بخزن فيه 0. وعشان نفتكر الموضوع ده بطريقه بسيطه جدا، كلمه انبوت هو اللي حرف الاي، فالكلمه انبوت بتريفير على طول لكام؟ ل1، بخزنها في التريس ريجستر في البن اللي انا عايزها تبقى انبوت. طب كلمه اوتبوت اول حرف الاو بيريفير ل0 اللي انا بخزنها برده في البنايه اللي انا عايزها تبقى اوتبوت عندي. طيب بكل بساطه انا مثلا دلوقتي عايز استخدم البورت بتاعي، اولا هشوف التريس ريجستر بتاع البورت اللي انا عايز استخدمه، تمام؟ وهحط فيه الفاليوز اللي انا عايزها عشان اختار انهي بنز هتشتغل كانبوت وانهي بنز هتشتغل كاوتبوت. انا مش مجبر ان البورت معين كله يشتغل كانبوت او كله يشتغل كاوتبوت، لا انا اللي بختار. فالبنات اللي انا عايزها كانبوت بحطها بونز، البنات اللي انا عايزها كاوتبوت بحطها بزيروز. طيب بعد كده كليرنج ابيت ان التريس ريجستر زي ما قلنا، تمام، بيخليها تشتغل كاوتبوت. طبعا زي ما احنا عارفين يعني ممكن نشوفها، طيب ممكن نشوفها من هنا. البنات اللي عندي في الكنترولر كلها ما بتشتغلش بس كانبوت اوت بورتس، لا هي بتشتغل كانبوت اوت بورتس ومالتبلكسد مع الفانكشناليتي دي بقيه الفانكشناليتي بتاعت الكنترولر. يعني مثلا زي ما كنا بنقول من شويه، انا البنايه بتاعتي ممكن تشتغل كديجيتال انبوت اوت، ممكن في نفس الوقت تشتغل كانالوج انبوت، تمام؟ ولكن انا يعني مع كل استخدام لازم برضه اختار البنايه دي انبوت ولا اوت. يعني مثلا في حاله الانالوج انبوت انا لازم اختار ان هي تبقى انبوت. طيب في حاله مثلا الاس بي اي او في حاله اليوزارت، تمام؟ في حاله اليوزارت لازم البنات اللي داخله كانبوت على اليوزارت لازم اختارها في الترايز كانبوت. البنات اللي خارجه من الكنترولر لازم اختارها كايه؟ لازم اختارها كاوتبوت، تمام؟ فبالتالي معنى ان البنات بتاعتي بتشتغل كانبوت اوت بورتس ده لا ينفي ان هي بتأدي فانكشناليتيز ثانيه، تمام؟ بس انا اقدر استخدمها في الفانكشناليتيز الثانيه دي لو انا عملت انيبل ليها، تمام؟ بس طول ما انا عامل ديسيبل للفانكشناليتيز الثانيه البنات دي بتبقى افيلبل بالنسبه لي ان انا استخدمها كانبوت او كاوتبوت بورتس. طبعا احنا شايفين الشميت تريجر دوت بهدف منه ان هو يشيل النويز، يعني هي سيركت كده بسيطه لو دورت على النت هتلاقوها، الهدف منها ان هي تشيل النويز، اي نويز جايه في الانبوت سيجنال. طيب في شويه نوتس بقى هنقول عليها. النوتس دي يعني لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل، والدرس المستفاد من النوتس دي ان احنا لما نيجي نتعامل مع الكنترولر ونيجي نتعامل مع اي بريفرال في الكنترولر مهما كانت سهولته ومهما كانت بساطته لازم نقرا الداتا شيت كويس. يعني احنا بنتكلم على الانبوت اوت بورتس ان هي على قدر اهميتها، بس هي تعتبر ابسط حاجه في المايكرو كنترولر. طيب ومع ذلك لازم نقرا الداتا شيت كويس، لان بيبقى فيه يعني شويه سبيشال كيسز كده انت عمرك ما هتعرفها الا لو قريت الداتا شيت. طيب اول سبيشال كيس، if both pins are multiplexed with analog reference you must select the function of them to be analog input or digital input output. You do so by changing the value of ADCON 1 register. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي زي ما قلنا كل بنايه عندي تبقى multiplexed، ممكن تشتغل كانبوت اوت بورت وممكن في نفس الوقت تشتغل بفانكشناليتي مختلفه، يوزارت اي تو دي اي سكوير سي، فانكشنال اي فانكشناليتي ثانيه الكنترولر بيقدمها. في حاله بقى تحديدا ان انت تبقى البنايه بتاعتك ممكن تشتغل كديجيتال انبوت اوتبوت وممكن تشتغل كانالوج انبوت، انت مش كفايه ان انت تظبط الترايس ريجستر عشان يبقى انبوت او كاوتبوت، لا انت لازم تروح لريجستر اسمه ادكون 1
تمام اد كوماند ده تقول تحدد منه تختار الكونفيجريشن اللي تخليها تشتغل كديجيتال انبوت اوتبوت. يعني اد كوماند بيقول لك ايه البنات المالتيبلكس بين الديجيتال انبوت اوتبوت والانالوج انبوت انت هتستخدمها كديجيتال ولا كانالوج. فانت لازم تروح فيه وتختار ان انت البنات دي تشتغل كديجيتال انبوت اوتبوت. دي كده اول سبيشال كيس. تاني بنكمل برضو على نفس السبيشال كيس بنقول ايه انالوج انبوتس لازم منطقي ان انت تخلي الترايس بكام تخلي الترايس بون. طيب سبيشال كيس ثالثه ان انت تحديدا في بورت بي. يعني انا عندي الكنترول بتاعي فيه بورت A وبورت B وبورت C وبورت D وبورت E من A ل E. تحديدا في بورت B الكنترولر بيوفر لك انتجريتد ريزيستنس متوصله بالفي سي سي. طب الكلام ده ايه اهميته؟ ناخد بالنا من الاسكيماتيك اللي احنا شايفينها دي يا جماعه. طول ما انا السويتش ده مفتوح البناية اريا كام؟ البناية اريا في سي سي. طب لما اجي اقفل السويتش ده البناية هتقرا كام؟ البناية هتقرا جراوند. يعني ده طبعا الجراوند بتاعتي. فلما اقفل السويتش البنيه بتقرا جراوند، لما افتح السويتش البنيه بتقرا في سي سي. انا كده بكل بساطه ممكن ابرمج الاكتف البرنامج بتاعي ان لما انت تبقى قاري في سي سي معنى كده ان اليوزر مش ضاغط على السويتش تمام. انما لما تقرا جراوند معنى كده ان اليوزر ضاغط على السويتش فخد اكشن معين. طيب ناخد بالنا من حاجه، لو الريزيستنس دي ما كانتش موجوده كنا هنعمل ايه؟ كنا هنيجي بره الكنترولر ونحط ريزيستنس ثانيه متوصله بالفي سي سي تمام. فهو هنا بس ايه عامل لك الريزيستنس دي متوصل بالفي سي انتجريتد جوه التشيب عشان يقلل عليك الكوست بتاعت البرودكت اللي انت بتعمله او الكوست بتاعت البروجكت اللي انت بتعمله. ولكن في حاله ان انت بتستخدم بنات ثانيه ما فيهاش الانتجريتد ريزيستنس بالفي سي سي ديت انت لازم انت تحط بايدك ريزيستنس واصله بالفي سي سي تمام. زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه. وطبعا الكلام ده انت بتكونفيجره ازاي؟ بتكونفيجره من ريجستر اسمه الاوبشن ريجستر البيت رقم 7 فيه هي اللي بتختار انت عايز الريزيستنس دي. يعني انت ممكن انت مثلا ما تبقاش عايز تستخدم الريزيستنس دي اصلا تمام. لا انت عايز انت تحط الريزيستنس بتاعتك من بره وتظبط الديزاين بتاعك على البورد ليفل مش على التشيب ليفل. فانت مش عايز تانيبل الكلام ده وتعمل ايه؟ تروح للاوبشن ريجستر وتختار انت عايز تانيبل البول اب ريزيستنس دي ولا مش عايز تانيبل وعايز تعملها ديسيبل. هي بيقول لك the weak pull up is automatically turned off when the port pin is configured as an out. طيب برضه سبيشال كيس ثانيه بنقول ايه؟ بنقول ان بورت A البنايه رقم 4 is open drain type output pin تمام. This means that it cannot source current and it will be high impedance when assigned logic 1 to it. كويس جدا. دلوقتي البنايه دي تحديدا حصلت له مشكله كده هم بيعملوا الشيب ديزاين تقريبا ففي جزء معين من الديزاين ما كملش جوه السيركت. فبيقول لك انت لما تيجي تستخدمها كاوتبوت لازم تحط من بره السيركت اللي احنا شايفينها قدامنا دي تمام. لو ما عملتش كده مش هتشتغل معاك كاوتبوت بطريقه صح. مش نقرا بعض كده يو كانوت سيت ذس بين از ان اوتبوت بين باي اونلي يوزنج الترايس اي ايكوال زيرو تمام. لو انت عايز تستخدمها كاوتبوت لازم توصل لها من بره الريزيستنس 10 كي وصل بالفي دي دي وصل بالفي سي سي تمام عشان تقدر تستخدمها كاوتبوت. لو ما عملتش كده مش هشتغل معاك صح. هنتكلم بقى دلوقتي ايه عن السويتشز بشكل عام. يعني احنا من شويه قلنا ايه؟ قلنا السويتشز لو انت في حاله اللول اب ريزيستنس اللي هي انتجريتد جوه الكنترولر. طب السويتشز بقى بشكل عام بتتعمل ازاي؟ امبلمنتد ازاي؟ بكل بساطه الشكل اللي احنا شايفينه ده انا دلوقتي عندي البنايه دي تمام واصله بالسويتش ده. طول ما انا مش ضاغط على السويتش البنايه دي اريا كام؟ اريا 5 فولت. طب لما اجي اضغط على السويتش البنايه هتقرا كام؟ هتقرا جراوند او هتقرا زيرو فولت لان الجراوند هتبقى اقرب لها من الناحيه دي عن انها توصل لها من فوق. طيب برضه ناخد بالنا من حاجه مهمه. لو انا هنا ما كانش عندي ريزيستنس او كان عندي ريزيستنس بقيمه صغيره كان ايه اللي هيحصل؟ نفترض ان احنا ما عنديش ريزيستنس اصلا. طول ما انا مش ضاغط البيك اري كام؟ اري 5 فولت. طب لما اجي اضغط انا وصلت الفي دي دي بالجراوند بدل الداله كلها هتتحرق. ما ينفعش ان احنا نعمل كده. احنا لازم نحط هنا ريزيستنس كبيره بحيث ان انا لما اجي اضغط على السويتش يمشي لي كارنت هنا وكارنت بملي امبير كارنت الكنترولر يقدر ان هو ايه يقدر ان هو يستحمله تمام. طيب في بقى مشكله بتقابلنا لما بنيجي نستخدم سويتشز ان انت لما تيجي تضغط على السويتش الميكانيكال سويتشز بتباونس. يعني ما بيحصلش ترانزيشن من 1 ل 0 او من 0 ل 1 مره واحده. لا انت لما بتيجي تضغط الترانزيشن دوت بيفضل السويتش كده يباونس شويه. فمثلا في الكيس بتاعتنا هنا هيحصل ترانزيشن من 1 ل 0 على شكل بلسز كده ورا بعضها وبعد كده بيبدا ايه؟ بيبدا ان هو يبقى ستيبل. تبدا السيجنال اللي داخله للكنترول انها تبقى ستيبل. طيب الترانزيشن ده بيحصل في وقت قد ايه؟
الترانزستور بنقول هنا ان when the switch is closed the two contacts actually separate and reconnect typically from 10 to 100 times in about 100 milliseconds. This bouncing would send multiple key presses signals to the MCU which is not what you want. يعني انت لما تيجي تضغط على السويتش مرة واحدة انت عايز الكنترولر يقرا ان انت ضغطت على السويتش مرة واحدة ما ضغطتش كذا مرة. بس اللي بيحصل فعلا في الحقيقة ان نتيجة طبيعة السويتش ان هو ميكانيكا انت لما تضغط عليه هو بيبدأ يبونس اللوجيك ليفل بيفضل يتغير كتير او فولتج ليفل بيفضل يتغير كتير من 1 ل 0 في وقت قليل جدا. وقت قليل جدا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لك انت. بس بالنسبه للكنترولر اللي شغال مثلا بالميجا هرتز تمام الوقت ده محسوس الوقت ده هو شايفه كويس. فانت لازم تعمل ايه؟ لازم توجد حل بحيث ان انت لما تيجي تضغط على السويتش الميكانيكال اللي فيه مشاكل الكنترولر يقرا الضغطه بتاعتك ضغطه واحده بس مش اكتر من ضغطه. في حلين للموضوع ده، في حل هاردوير وحل تاني بالسوفت وير. الحل الهاردوير بكل بساطة إن أنت تحط لو باس فلتر. أو تحط آسف هاي باس فلتر. لا نحط لو باس فلتر صح. لو باس فلتر هيعدي إيه؟ هيعدي السيجنالز أو بالسز الفريكونسي بتاعها صغير اللي هي اللي إحنا عايزين نعديها. بس السيجنالز اللي بتحصل بسرعة اللي هي الفريكونسي بتاعها عالية هيعمل فيها إيه؟ هيشيلها مش هيعديها أصلاً. تمام؟ ده كده أول حل. تاني حل بالسوفت وير. وده الحل الامثل اللي انا ارشح يعني للناس تستخدمه لان طبعا الحل بتاع الهاردوير انت لازم هتزود الكوست بتاعت الحاجه اللي انت بتعملها وتزود الكومبلكس بتاعتك. الحل بالسوفت وير بمنتهى البساطه ان انت الروتين اللي بتقرا منه السويتش ده يبقى ما تعتمدش على قرايه واحده بس. يعني ايه؟ يعني انت جيت مثلا تقرا في لحظه معينه لقيت القرايه ب1 او ب0. طيب نرجع كده للرسمه دي. انت لو انت بتقرا في منطقه الفولتج ليفل فيها ستيبل هتبقى القراية بتاعتك ايه؟ تبقى القراية بتاعتك صح. بس لو انت بتقرا في منطقة الفولتج ليفل بتاعك عمال بيلعب عمال بينزل من 1 ل 0 و 0 و 1 لسه ما بقاش ستيبل تبقى القراية بتاعتك ايه؟ هتبقى القراية بتاعتك غلط. طيب ازاي بقى تضمن ان انت بتقرا في الريجن بتاعت الفولتج لما يبقى ستيبل ما بتقراش في الريجن بتاعت الفولتج لما يبقى اون ستيبل؟ انت لو انت دلوقتي خدت كذا قراية ورا بعض بسرعة كافية لمدة كافية يعني مثلا ايه انا نفترض المدة دي كده 3 ملي سكند. نفترض ان انا لما جيت قريت ما قريتش مره واحده انا قريت مثلا 30 مره الفرق بين كل مره ومره 1 ملي سكند. انا هعمل ايه؟ انا لما اجي اقرا هقرا 1 2 3 4 يعني هقرا من اول هنا لحد فين لحد هنا. تمام؟ وبالتالي لو انا جيت في القرايه دي ولقيت ان السويتش بتاعي مش ثابت على حاجه معينه فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان انا في الان ستيبل ريجن. يعني انا ايه؟ لو انا نفترض اول حاجه في الستيبل ريجن، الستيبل ريجن انا هاجي اقرا مثلا من اول هنا لمده 30 سكند بين كل قرايه وقرايه 1 ملي سكند هقرا المده دي مثلا. تمام؟ فالفتره اللي انا هقرا فيها دي الفولتج ستيبل، ففي ال 30 قرايه انا القرايه بتاعتي ثابته، القرايه بتاعتي دايما زيرو او القرايه بتاعتي دايما 1. فانا بالطريقه دي ضمنت ان القرايه اللي انا خدتها دي خدتها في الستيبل ريجن مش في الان ستيبل ريجن. انما لو انا مثلا ايه بدات القرايه في نص الان ستيبل ريجن وكملت لقيت القرايات بدات تختلف افهم على طول ايه؟ او الكنترولر يعرف على طول ايه؟ يعرف ان انت بتعرف في الانستيبل ريجن والقرايه اللي انت قريتها دي ما ينفعش تعتمد عليها ان انت تاخد على اساسها قرار. ده طبعا روتين سهل جدا انت هتنفذه في السوفت وير ما فيهوش اي مشكله. طيب طبعا احنا يعني اسهل طريقه وابسط طريقه بتقدر ان انت تطلع بيها اوتبوت من الكنترولر انت تبقى عندك ليد توصلها بالانبوت اوتبوت ديفايس. بس طبعا لازم تحط كارنت ليميتنج ريزيستور تمام؟ توصل ان سيريس مع الليد بين الليد وبين البنايه بتاعت الكنترولر زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي علشان ايه؟ عشان تليمت الكارنت علشان الكارنت اللي بيمشي في الليد لو كان عالي قوي الليد هتتحرق. طيب علشان نكون اتمينا كلامنا في الانبوت اوتبوت بورتس لازم ندي شويه اكزامبلز. الاكزامبلز هنديها تبقى باستخدام المايكرو سي وتبقى باستخدام البروبس. طيب اول اكزامبل عندنا هو مثال بسيط جدا وهو ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ليد توجلنج. يعني ليد كل ما نعدي سام تايم انترفال بتوجل الفاليو اللي بتطلعها من 1 ل 0. طيب علشان اتحكم في ليد، الليد دي لازم تبقى انبوت ولا تبقى اوتبوت؟ انيشالي لازم تبقى اوتبوت تمام. عشان نفترض مثلا ايه الليدز بتاعتي هتبقى على بورت بي فالليدز بتاعتي فعشان كده هخلي الترايس بي هخليه بكام؟ هخليه ب 0 تمام. فدي كده اول حاجه اعملها. وبعد كده لازم قبل ما ابدا اطلع فاليوز عندي على البورت وده عموما بقى انبوت او اوتبوت لازم اخلي بيبقى عندي ايه؟ يعني دي حاجه مستحب انها تحصل ان انا اخلي عندي انيشال فاليو. لازم ادي انيشال فاليو فنفترض ان انا هدي له انيشال فاليو بكام؟ بزيرو.
حلو. بعد كده لازم ايه؟ لازم يبقى عندي حاجه اسمها انفينيت لوب. الانفينيت لوب دي ايه اهميتها؟ لو انا ما عنديش انفينيت لوب، يعني افترض الكود اهو اللي جوه اللوب انا خدته تمام وكتبته بره اللوب، طيب الكود ده هيتنفذ كم مره؟ الكود ده هيتنفذ مره واحده بس. طب هو ده اللي انا عايزه؟ لا مش ده اللي انا عايزه، انا عايز الكود يفضل يتنفذ طول الوقت. طيب دي كده اول مشكله. تاني مشكله ايه هي؟ نفترض ان انا في حاجه ما انا عايزها تتنفذ مره واحده بس، فبالتالي هعمل ايه؟ هكتب الكود بالطريقه دي تمام، وبعد كده خلاص هقفل القوس. نفترض اللي تحت ده مش معانا دلوقتي، طيب كده ايه اللي هيحصل؟ الكنترولر هيخش، المايك كنترول بتاعي هيخش، هينفذ الانستراكشنز دي تمام، هيخلي البورت بتاعته القيمه بتاعته تقلب مره واحده، بعد كده هيقول لي ديلي اندرسكور ملي سكند، هيستنى 50 ملي سكند ما بيعملش حاجه. بعد كده هيعمل ايه؟ هو هل الكنترولر المايك كنترولر يعرف انت البرنامج بتاعك نهايته فين؟ الكنترولر ما يعرفش تمام. وبالتالي هو كده ايه، الكنترولر من جوه عندي حاجه اسمها بروجرام كاونتر. بروجرام كاونتر دي هي الادرس بتاع المكان في الريجستر بتاع الانستراكشن اللي احنا هننفذها دلوقتي. بروجرام كاونتر بياخد اول انستراكشن تمام ويجيبها للكنترولر، الكنترولر ينفذها، بعد كده تاني انستراكشن كذلك، تالت انستراكشن، وهكذا لحد اخر انستراكشن في البرنامج بتاعك. طيب هل البروجرام كاونتر عارف ان ديلي اندرسكور ملي سكند 500 دوت هي دي اخر انستراكشن او اخر سيت اوف انستراكشنز عندك في البرنامج؟ لا ما عرفش. وبالتالي هو هيعمل ايه؟ هيكمل في الميموري، حتى لو الميموري اللي هو هيكمل فيها دي انت مش كاتب فيها بايدك، فهو هيقرا ايه وهينفذ ايه؟ رابش، هيقرا فاليوز هو الله اعلم هتبقى بزيرو سيت اوف وانز الله اعلم. فانت احنا بنتكلم زي ما قلنا في اول خالص ان لازم تبقى بتعمل سيستم ده يبقى ريلايبل، تبقى انت عارف في كل لحظه الكنترولر هيتنفذ ازاي، وبالتالي ما ينفعش تخلي الكنترولر بتاعك ينفذ رابش، ينفذ حاجه يبقى البيهيفير بتاعه انبريدكتبل، لا ده كلام مش مقبول. فعشان تتجنب حاجه زي كده لازم تعمل ايه؟ لازم تنهي البرنامج بتاعك دايما بانفينيت لوب. الانفينيت لوب هيفضل هو يلف ويدور في نقطه معينه، وبالتالي عمره ما هيخش في اماكن في ميموري انت مش عارف الاماكن دي متخزن فيها ايه. طيب نفترض ان انا في بيهيفير معين عايزه يتنفذ طول الوقت، يعني مش عايزه يحصل مره واحده، يعني كده الجمل دي كده هتحصل مره واحده بس. طب انا عايز الجمل دي تفضل تتنفذ طول الوقت طول ما الكنترولر شغال، اعمل ايه؟ ومش شايلها من هنا كده وارجع للبرنامج القديم بتاعي. تمام ناخد بالنا هنا الواي 1 جواها بورت بي ايكوال انفرت، دي طبعا علامه التلتا اللي هي بتعكس بتخلي ال1 0 و0 1 تمام، بتعكس الفاليوز اللي في البورت، وبعد كده بتقصينها تاني. يعني انا بقول له ايه؟ بقول له اقرا الفاليوز البورت بي اعمل لها انفرت، كل البيت اعمل لها انفرت، وبعد كده ايه قصين الريزلت بتاعتك تاني لمين؟ قصينها تاني لبورت بي. وبعد كده ديلي اندرسكور ملي سكند ده إيه يعني؟ سب روتين كده او فانكشن المايكرو سي، الكومبايلر بتاع المايكرو سي بيقدم حل علشان ايه؟ علشان لو انا عايز مثلا في نقطه معينه استنى ما اعملش حاجه، عايز اضيع الوقت، عايز اقول البروسيس ضيع الوقت ما تعملش حاجه في الوقت ده تمام، فبستخدم الفانكشن دي. طب انا طبعا هنا بعمل الكلام ده ليه؟ بعمل الكلام ده عشان اقدر اشوف الكلام ده بعين. يعني لو انا مثلا اخلي ديلي ملي سكند ممكن اخليها 1 ملي سكند مثلا، يعني انا عايزين نعمل اكزامبل بسيط نشوف الريزلت بتاعته بعينينا. لما اخليها 500 ملي سكند اللي هي نص سكند يعني هقدر ان انا اشوف الاوتبوت بعيني. طيب الكلام ده لما نيجي نشوف هو بيشتغل هنا على البروتوس تمام، باجي اعمل ايه؟ بختار، يعني انا بعد ما بعمل بروجكت على المايكرو سي بيطلع لي فايل اسمه هيكس فايل. الهيكس فايل ده هو اللي انا بختاره للكنترولر هنا تمام. هنا بختار الكلوك فريكونسي اللي انا شغال عليها وهي 4 ميجا هرتز، بقول له اوكي، باجي رن تمام. زي ما احنا شايفين مع بعض الفاليوز ايه؟ الفاليوز كلها لو جينا قربنا شويه هنلاقي ده كده بورت بي ار بي 0 ار بي 1 2 3، اول 4 بيتس في بورت بي هي اللي بتوجل الفاليوز بتاعتها من 0 ل 1 ومن 1 ل 0. طيب برضو في كابابيلتي كويسه جدا في بروتوس ممكن نشوفها مع بعض عشان تسهل علينا الديبجنج، وهي ان هو بيسمح لك انك تشوف الريجسترز في الران تايم. يعني في الران تايم وقت ما هو بيعمل سيميوليشن بيسمح لك انت تشوف الريجسترز الفاليوز بتاعتها بكام وبتتغير ازاي. فانا هنا اخترت ايه؟ يعني لو احنا مثلا الويندو دي مش عندنا وعايز اجيبها اعمل ايه؟ اقول له ديبج، بعد كده اقول له واتش ويندو تمام، بعد كده اجي هنا اقول له اد ايتمز باي نيم او باي ادرس تمام. وهنا بقى ايه؟ بختار الادرس اللي انا عايزه او بختار اسم الريجستر اللي انا عايزه واقول له اد، فهم هو ايه؟ يوم ونزودولي في الليسته اللي عندي هنا.
انا اوريدي اخترت بورت بي وبورت اي وادكون زيرو زي ما احنا قلنا قبل كده. انا لو انا عندي اي بورت بيشتغل كانالوج كانبوت كشتغل كانالوج انبوت او كديجيتال انبوت اوتبوت لازم احدد فاليوز في ادكون زيرو ريجستر اسمه ادكون زيرو. طيب انا هنا يهمني اشوف بورت اي يهمني اشوف بورت بي فنيجي هنا في الران تايم ونشوف الفاليو بتاع بورت بي بتتغير عندي زيروز وانز وانز وزيروز. يمكن هنا الكيس سهل قوي بس انا لو انا عندي برنامج فيه تفاصيل كتير وفيه اجزاء كتير الموضوع ده موضوع انك تشوف الريجسترز في الران تايم بيسهل الامور جدا بالنسبه لك. طيب نقفل بقى الكلام ده. طيب المثال التاني اللي احنا عايزين نشوفه مع بعض ان انا يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي سويتش بضغط عليه تمام والسويتش ده لما بضغط عليه في لده معينه القيمه بتاعتها بتقلب يا يعني مره تبقى لو كانت 0 تبقى 1 ولو كانت 1 تبقى 0. طب الكلام ده هكتبه ازاي بالسي؟ بكل بساطه باجي هنا اختار انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز بورت معين يبقى فيه بيتس معينه بانبوت وبورت تاني يبقى بيتس بتاعته كاوتبوت. انا هنا السويتشات بتاعتي متوصله بايه؟ نقرب كده انا عاملها بليبل مسميها سويتش 1 تمام؟ سويتش 1 انا مسميه ايه؟ مسمي ار دي 0 سويتش 1 نفس الليبل كاني بالظبط موصلهم مع بعض. لما تسمي تو ويرز في بروتوس بليبل معين كانك بالظبط موصله فده بيسهل بيخلي الديزاين يعني ريدبل اكتر تمام. فانا عندي هنا بورت دي اول تو بيتس فيه هي السويتشات بتاعتي وبورت بي زي ما شفنا من شويه هو ايه هو اللي فيه الليبس بتاعتي. حلو انا عايز اعمل ايه؟ عايز لما اضغط على اول سويتش بورت دي الليبس معينه في بورت بي تانفرت او تتوجل لو كانت 1 تبقى 0 لو كانت 0 تبقى 1. نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. طيب زي ما قلنا بورت دي هو الانبوت الانبوت بتاعي احط فيه كام؟ احط فيه 0xff ff اللي هي كام؟ انا ممكن اشيل الكلام ده واكتبه ازاي؟ اكتبه كده ربي تمام. كل 1 في الونز ديت بتكورسبوند لبيت معينه في بورت دي تمام. انا دلوقتي البيتس اللي انا عايزها تشتغل كانبوت احط فيها كام؟ احط فيها 1 وبقيه البيتس مش مهم احط فيها 1 او 0 مش مشكله. انا هنا ما حددتش سبيسيفيك تاسك لبقيه البيتس بتاعتها تبقى بكام بس المهم ان اول 2 بيتس اللي انا بستخدمهم كانبوت لازم احطهم بكام؟ لازم احطهم ب 1 which is the case هنا فعلا اول 2 بيتس بستخدمهم كانبوت وبالتالي ايه لازم احطهم كام؟ ارضي 0 اللي هي least significant بالتالي انا ببدا اعد من هنا. طيب دي كده طريقه اقدر يعني ناخد بالنا انا ممكن اكتب ترايز دي بالطريقه دي ممكن برضه اكتبها بالطريقه دي قول لي 255 ما هي 255 بالديسيمال هي هي ثمن وحيد بالباينري. طيب ممكن اكتبها برضو بالطريقه دي اللي كنت كاتبها اصلا اقول له 0x ff انا هنا قلت له 255 او كل البيتس بونس بس فين؟ بس بالهكس ديزم. فاكيد ثلاث طرق متاحين انت شوف ايه اللي انسب لك ونفذه وكنت انا شخصيا بميل اكتر للطريقه دي ان الطريقه دي يعني بتخليك سبيسيفيكلي تحدد كل بيت هتبقى بكام من غير ما تدخل نفسك بقى في متاهه ازاي تحول من باينري لهكس او من باينري لديسمال الامور تبقى ابسط. شوف انت ايه اللي تحب تستخدمه ويبقى استخدمه. طيب بعد كده عندي بورت بي هو المتوصل بيه الليبس فبالتالي لازم اخلي ترايز بي بكام؟ اخليه اوتبوت وبالتالي احط فيه زيروز برضو انا هنا الزيرو ده ممكن اكتبه كده ممكن اكتبه زيرو بي ممكن اكتب تراند اصفار بس يعني هي واضحه مش محتاجه لما تكتب زيرو هي كانك كتبت تراند اصفار. بعد كده ايه؟ بعد كده بدي له انيشال فاليو. طيب باجي بقى في اللوب بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه بقول ايه؟ بكل بساطه اكس سويتش 1 انا هنا عامل ماكرو مسميه سويتش 1 تمام. الماكرو ده بعبر عنه كان ببورت دي دوت اف 0 يعني انا ممكن بكل بساطه في الاول خالص كده اجي كده واعمل كده بس علشان الديزاين يبقى يعني سهل ان انا اغير فيه بعد كده لا الافضل ان احنا ايه؟ الافضل ان احنا نشتغل بماكروز طول البرنامج. فعشان كده بقول له ايه؟ اف سويتش 1 ايكوال ايكوال 1 خليه لي ليد 1 ب 1 حط لي عليها 1 طب لو ما كانش ب 1 حط لي عليها 0. طيب نشوف بقى مع بعض سويتش 1 لو انا مش ضاغط على السويتش السويتش قالي كام؟ السويتش قالي جراوند. طب لما اجي اضغط على السويتش السويتش هيقرا كام؟ هيقرا في سي سي. طيب يبقى انا كده طول ما انا مش ضاغط على السويتش سويتش 1 دي هتبقى بكام؟ هتبقى ب 0 وبالتالي ليد 1 هتبقى بكام؟ هتبقى ب 0 برضه. انما لما جيت ضغطت على السويتش سويتش 1 بقت قاليه كام؟ بقت قاليه جراوند تمام بقت قاليه سوري بقت قاليه في سي سي وبالتالي لما تقرا في سي سي الليد هتبقى بكام؟ هتبقى ب 1. ده البيهيفير اللي انا منتظره ده البيهيفير اللي احنا بنقول ان بندعي ان البرنامج دوت هينفذه. خلينا نشوف كده الكلام ده بيحصل فعلا ولا لا.
حلو. انا هنا هو ايه ضغط على السويتش، وبالتالي اف سويتش 1 ايكوال ايكوال 1 ايكوال 1، تبقى ليد 1 بكام؟ 1. ليد 1 فعلا ايه 1. طب لو اجي جيت ضغطت كده على السويتش وفتحته، ليد 1 بقى بكام؟ بقى ب 0. وده الكلام اللي احنا شايفينه هنا. احنا ممكن برضو نعمل حركه ظريفه، نقول له اد باي نيم تمام، واقول له هنا ايه، اقول له بورت دي، بورت دي اهو نعم، بورت دي هنا اري كام؟ اري 1. طب لما اجي اضغط طيب نكمل مع بعض. تاني برنامج احنا بنتكلم عنه هو ايه؟ هو برنامج يخلي لي ليد واحده بس تنور، وبعدها بفتره بسيطه ليد اللي بعدها دي تنور، وبعدها دي تنور، وبعدها دي تنور. طب لما نوصل لدي ايه اللي تنور بعد كده؟ الليد اللي فوق، وهكذا. يبقى الانترفال بين كل ليد لما تطفي واللي بعدها تنور احنا نقدر نكنترول عليه. الكلام ده نقدر نعمله بشيفت اوبريشن بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه زي ما احنا شايفين هنا. انا دلوقتي ايه يهمني؟ يهمني زي ما احنا شايفين مع بعض، يهمني ايه؟ يهمني بورت بي. انا هنا مش هاخد انبوتس، انا هنا الابلكيشن بتاعي هيطلع اوتبوتس بس. فبالتالي انا هنا من هنا بورت بي ان انا اكونفيجر الترايز بي بتاعي اخليه بكام؟ اخليه بزيرو، وبعد كده اطلع انيشال فاليو على البورت اخلي ايه؟ اخليها هنا ايه؟ ما اخليهاش بزيروز بقى، هنا اخليها اول ليد تبقى ب 1. ليه؟ هنشوف مع بعض. طيب اجي بقى في الانفينيت لوب بتاعتي اعمل ايه؟ اقول له 4i بزيرو، i اصغر من 3، يعني i هتبقى بزيرو وبواحد وباثنين تمام؟ i بلس بلس. بورت بي ايكوال ايه؟ بورت بي شيفتد 1، يعني اقرا الفاليو اللي متخزنه في بورت بي شفتها ليفت 1، وخد الريزلت الريزلت وقصينها تاني لمين؟ قصينها تاني لبورت بي. طيب بعد ما تعمل الموضوع ده هتعمل ايه؟ ديلي 500 مللي سكند، استنى 500 مللي سكند ما تعملش فيهم حاجه. طيب هيجي بعد كده في الديريشن اللي بعدها هيعمل ايه؟ هياخد الفاليو بورت بي شفتها ليفت 1 ويقصينها تاني بورت بي، بعد كده يديلي 500 مللي سكند. وبالتالي انا هنا في اول اتريشن خالص او في الانشاليزيشن قبل ما اخش في اللوب اصلا، كنت ايه؟ كان عندي بورت بي ايكوال 1، كان اول بت بس هي اللي 1. جيت دخلت في اللوب، انت عملت ايه؟ انت عملت شيفت ليفت، شيفت ليفت 1، وبالتالي البت دي البت تاني بت بقت ب 1، واللي قبلها بقت بزيرو، والباقيين كلهم بزيرو. طب بعد كده عملت شيفت تاني بقت دي ب 1 ودي بقت بزيرو، عملت شيفت تاني بقت دي ب 1 ودي بزيرو. طيب المره الجايه بقى هعمل ايه؟ المره الجايه لازم ابدا من الاول، وعشان ابدا من الاول هعمل ايه؟ اقول له بورت بي احنا هنا السبيكس ان انا الف كده وبعد كده ارجع تاني في الاتجاه ده، يعني مش هرجع من هنا، لا انا هرجع من هنا. طيب يبقى احنا هنا هنقول ايه؟ بورت بي شيفت درايف 1، وبالتالي انا عندي الليد دي هتشيفت رايت، وبالتالي الليد اللي فوقيها هتنور. يعني ايه؟ ناخد بالنا، انا الاول عندي في الانشاليزيشن عندي ار بي 0 هي اللي بواحد والباقي بصفار، هشيفت ليفت فبالتالي ار بي 1 هتبقى بواحد، شيفت ليفت تاني ار بي 2، مره تانيه كمان هتبقى ار بي 3. طيب انا كده عملت شيفت ليفت ثلاث مرات، نقلت من ار بي 0 لار بي 3، عايز اتنقل من ار بي 3 مره تانيه فين؟ لار بي 0. فهعمل شيفت كم مره؟ برضه هعمل شيفت ثلاث مرات، بس هعمل شيفت ايه؟ شيفت رايت. فهعمل شيفت رايت هتنقل من ار بي 3 لار بي 2، بعد كده هعمل شيفت رايت هتنقل من ار بي 2 لار بي 1، والمره اللي بعدها هتنقل من ار بي 1 لار بي 0، وهكذا، وارجع تاني الف في الاتجاه العكس. طيب الفور لوب الثانيه عندي هنا بتعمل ايه؟ تقول لي ان اي ايكوال 0، اي اصغر من 3 يعني 0، اي ايكوال 0 1 و2 تمام؟ بورت بي ايكوال بورت بي شيفت رايت ب 1. بعد ما تعمل شيفت رايت ده تعمل ايه؟ تستنى ديلي 500 مللي سكند. فانا هنا بشيفت ليفت ثلاث مرات، وبين كل مره ومره بديلي، بعد كده بشيفت رايت ثلاث مرات برضه، وبين كل مره ومره بعمل ديلي. طب خلينا نشوف الاوبريشن ده كده هيشتغل صح ولا غلط. زي ما احنا شايفين انا عندي هنا البت من 0 بتنتقل ل 2 3 4، بعد كده 3 2 0 3 1 0 ماشي، 1 2 3 3 2 1 0 وهكذا. وممكن برضو نشوفها من هنا، هنلاقي الفاليوز الفاليو اللي بتطلع لي بورت بي بتتغير بنفس السيكونس اللي انا عامله 0 1 2 3 3 2 1 0 وهكذا. طيب انا ممكن لو انا عايز مثلا ازود الديلي بتاعي ممكن اخليه هنا ايه؟ ممكن اخليه هنا 1000 مثلا، ممكن اخليه اي قيمه انا عايزها. الموضوع في غايه البساطه.
طيب فاضل لنا بقى ايه؟ في اكسبيرينت واحده هنتكلم عليها مره المره دي، وهي بس الاكسبيرينت دي الهدف منها ان انا ايه، ان انا اوضح فكره مهمه جدا، ان انت الحاجات اللي احنا خدناها في الكليه بتاعه الديجيتال ديزاين اللي كنا بنعملها بالجيتس البسيطه جدا اللي هي ال 40 اكس اكس والفاميليز البسيطه اللي هي موجوده من زمان جدا ولسه موجوده ولسه بتصدر لحد دلوقتي، الديزاينز دي احنا دلوقتي نقدر نعملها بالمايكرو كنترولر. تمام، طب احنا ليه بنعمل كده؟ لو انت دلوقتي جيت مثلا عندك ديزاين بتاع كومبينيشنال سيركت او بتاع سيكوينشال سيركت، وجيت عملت الديزاين ورسمته بالورقه والقلم وقلت مثلا انا محتاج عدد معين من الشيبس ايكوال مثلا كذا، طيب جيت بعد كده تغير في الديزاين هتعمل ايه؟ هتقوم مغير في عدد الشيبس اللي انت بتستخدمه. انما في حاله المايكرو كنترولر لا، المايكرو كنترولر الدنيا فليكسبل جدا، السوفت وير عموما هو فليكسبل وسيمبل، فانت بكل بساطه بتكتب البرنامج في السي اللي بينظر الكومبينيشنال او سيكوينشال سيركت اللي عندك اللي انت عايز تعملها. تمام، وبتحرق البرنامج بتاعك ده على المايكرو كنترولر، وبتستبدل الشيبز الكتير اللي بتمبلمنت السيركت بتاعتك بتشبيه واحده اللي هي بتاعت المايكرو كنترولر. طب انت جيت بعد كده عايز تغير الكلام ده، عايز تغير الديزاين بتاعك، عدد الانبوتس مثلا زاد، لقيت الالجوريزم اللي انت مستخدمه مش افيشنت فعايز تغيره، بدل بقى ما تغير الهاردوير، لا الهاردوير في نفس مكانه، بتجيب بروجرامر وتوصله بالكنترولر وهو في المكان بتاعه وتغير البروجرام المحروق عليه. تمام، احنا بكل بساطه هنعمل هنا ايه؟ هنعمل اند جيت. الاند جيت كومبينيشن سيركت بسيطه جدا، وهي يعني اللي هنعمله على الاند جيت ابليكابل على اي كومبينيشن سيركت تاني. الاند جيت ليها كام انبوت؟ ليها 2 انبوتس، وليها كام اوتبوت؟ ليها 1 اوتبوت. تمام، نفترض عندي دول التو انبوتس والاوتبوت بتاعي بيبقى واحد من الاربعه ليدز دول، يعني مثلا لو انا عندي الانبوتس بتاعتي 0 0 اول ليد هتنور، لو انا عندي 1 0 تاني ليد هتنور، عندي 0 1 ثالث ليد، عندي 1 1 ثاني ليد، رابع ليد هتنور. طيب نشوف بقى مع بعض الكلام ده، انا عندي الانبوتس بتاعتي فين؟ الانبوتس بتاعتي بورت دي، فخلي بورت دي بكام؟ 1 ترايز دي هخليه بونز. طيب وعندي الاوتبوت بتاعي خارج فين؟ خارج على بورت بي، هخلي ترايز بي بكام؟ بزيرو. طيب بعد كده اجي في الانفرت لوب بتاعتي اعمل ايه؟ اقول اف بورت دي اند مع الماسك ده، يعني دي كده اسمها بيت ماسكينج. انا هنا انترستد في ايه؟ انترستد في تو بيتس تحديدا من بورت دي، بقيه البيتس مش داخلين عندي كانبوت وما بستخدمهمش، وبالتالي انا عشان ابص على التو بيتس دول بس ونجلكت بقيه البيتس لازم اعمل ايه؟ بعمل اندنج مع ماسك الست بيتس الموست سيجنيفيكنت هم ما بيشوفهمش، بيحطوا بيأندهم مع زيرو فهم دايما بزيرو. طب التو بيتس اللي انا دايما بشوفهم هم ايه؟ هم التو بيتس اللي سيجنيفيكنت. تمام؟ وبشوف بقى التو بيتس دول العمليه بعد كده بقول لو كان بيكوال زيرو زيرو خليه الاول بيت بس هي اللي بواحد، اول بيت البورت بي هي اللي بواحد. ناخد بالنا من حاجه، انا عندي هنا ايه؟ عندي اول ست بيت لازم هيطلعوا زيرو، انا خدت بورت دي وعملت له اندنج، اول ست بيت عملت له اندنج مع زيرو، فالست بيتس دول لازم هيطلعوا زيرو. تمام، في الاربعه كيسز اللي عندنا انا اللي يهمني ايه؟ يهمني التو بيتس دول، لو كانوا بزيرو زيرو خلي الليد معانا تنور، طب لو كانوا بزيرو 1 خلي الليد ثانيه تنور، 1 0 ليد ثالثه، 1 1 ليد رابعه. ماشي، نقول مره ثانيه، انا هنا هعمل ايه؟ هعمل اف كونديشن، اف الس ستيتمنتس ورا بعضهم. اول اف هتسال على ايه؟ هتسال على الكيس لو كان اول تو بيتس بزيروز، ثاني اف هتسال لو كان اول تو بيتس 1 0. تمام، وتاني كيس لو كان اول تو بيتس ب 0 1، رابع كيس لو كانوا ب 1 1. وفي كل كيس من الاربعه كيس هخلي ليد معينه هي اللي تنور بالنسبه لبورت بي. تمام، نشوف كده مع بعض الاوبريشن دوت. ماشي، انا عندي هنا ايه؟ عندي التو سويتشز مفتوحين، وبالتالي انهي ليد اللي المفروض تنور؟ اول ليد. طيب جيت قفلت السويتش ده، يبقى انهي ليد اللي هتنور تاني ليد؟ جيت قفلت السويتش ده، تالت ليد. طب جيت قفلت تو سويتشز، بقت رابع ليد هي اللي بتنور. قص على ذلك بقى اي كومبينيشن سيركت او اي سيكونشال سيركت انت عايز تعملها، لو انت يعني اكسبيرينس بروجرامر في السي، او انت مش شرط تكون اكسبيرينس، يعني انت اوير بكل الفانكشناليتيز بتاعت السي وتقدر ان انت تستخدمها بشكل
كويس تمام، تقدر ان انت تمبلمنت السيركت بتاعتك دي كسي بروجرام بسيط جدا مش اي حاجه تقدر انت تغيره بعد كده تمام، والكوست بتاعتك تبقى اقل بكتير من انت تمبلمنت السيستم بتاعك بالبروجرام باللوجيك او انت تمبلمنته بوف ذا شيلف كومبوننت او بما يسمى بالجرو لوجيك. انت توصل الشيبس بتاعت اند جيتس اور جيتس او توصل الشيبس بتاعت فليب فلوبس مثلا بطريقه معينه عشان تحقق الديزاين بتاعك، لا المايكرو كنترولر ابسط بكتير. وده ما يمنعش ان حد دلوقتي بروجرام باللوجيك شغال، بس في الحاجات اللي المايكرو كنترولر ما يقدرش انه يعملها.